يعني الصراحة أنتوا سألت سؤال كثير جوهري وكثير مهم، يعني وهذا السؤال يفتح المجال للحديث عن أمور كثيرة. يعني أولا معروف إنه في عندنا تضخم وظيفي في السلطة، في عندنا رواتب عالية جدا لعدد قليل من الموظفين، وهذه تستنزف الموازنة المالية الفلسطينية. كان الأجدر أن يتم الخصم من رواتب كبار الموظفين من وزراء أعضاء تشريعي مدراء عامين وما إلى ذلك. كان الأجدر أن يتم الاختصار في مصاريف السلطة في النسليات، في كثير من المصاريف اللي هي عمليا يمكن الاستغناء عنها. اما بالنسبه للموظفين وخاصه صغار الموظفين، وانا كمعلم خصم يومين عمل راح يكون لها تاثير سلبي على اوضاعنا احنا، لانه رواتبنا بالاصل هي اصلا متدنيه. فبالتالي انا بشوف انه هذا القرار غير دقيق. ايضا بحب اشير لمساله مهمه، انه في ذات الوقت اللي بنطرح فيه قسم يومين عمل بنطرح قانون بقرار جديد بحيث انه يزيد رواتب بعض المتكرشين 3000 شيكل، بالرغم من انه تم الغاء القرار. لكن السؤال، لماذا صدر القرار؟ ومن يقف وراء القرار؟ ومتى يكون لدينا هيئات تشريعيه قادرة أن تتخذ قرار بديلا عن حالة التخبط التي نعيشها بإصدار مثل هذه القرارات؟ أنا بالنسبة للخصم الموظفين، طبيعي الموظفين مش مع خصمهم، بس لأنه وضعهم صعب جدا. أول شيء هسه جايين على أعياد وعندهم مصاريف وعندهم أشكال كثير، يعني مصاريف كثيرة. بس إذا هم عرضوا العرض إنه يكون اختياري على أساس اللي بده يخصم أو بدوش يخصم، عادي ما في أي مشكلة. إذا هم يعني اللي بده يخصم يخصم، واللي بدوش بس هي برضو الخطوة غلط. يعني اللي مفروض إنه يراعوا الموظفين إنه وضعهم صعب جدا. أما أنا بنصحش إنهم يخصموا، وإذا بدهم يخصموا طالما إنه اختياري، هو اللي بده يخصم يخصم، واللي بدوش خلاص هو على راحته. والفكرة مش يعني مش سيئة، ولا لأنه يعني حكوا إنها اختيارية يعني مش إجباري. فاللي عنده قدرة ليش لا، يعني اللي بيقدر يساعد ما في، يعني اللي ما عنده قدرة ما بيقدر طبعا، اللي عنده قدرة ليش ما يساعد يعني غيره. فكانت الفكرة مش بطالة يعني، منيح فاز. تخلوا المواطن بغض النظر شو ما كان يكون، كان موظف ولا عامل ولا ايش ما كان، اذا شو في همه، الهموم كبيرة. يعني كل واحد عنده عيال وعنده بيت وعنده مصاريف اكبر من 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 حجمه للانسان. يعني فلما بدهم يجي يخصموا راتب من راتبه يومين، هاي حسابات انا ما بعرفها حسب الراتب. انا بتهيأ لي انه الخصم اذا بده يكون ما يكون من الصغير، راتب الصغير، الراتب الكبير الكبير، او يعملوا من سقف معين ويبدوا فيه. اما ما يبدو الصغير، ما بطبيعة الحال تعبان مصاريفه كبيره. اما ممكن الرواتب الكبيره، ممكن انا بأيد انه يكون اوكي خصم منه، وهي وجهة نظري يعني بهيك الموضوع. يعني الوضع بيختلف كتير بالنسبة للموظفين والمعاشات والعمال وإلى آخره، شايف كيف؟ وهي الخصميات اللي بيعملوها، شايف كيف؟ يعني تقصير، يعني زيادة عن هذا الإشي، شايف كيف؟ فبدنا يعني الأجد والأحسن يعني لهذا الوضع. أنا يعني اللي بحكي معك، أنا عندي مصلحة، عندي صنعة، والوقت الحاضر يعني ما فيش شغل، يعني شايف كيف؟ ومعاي شهادة، شايف كيف؟ بحاول أقدم للمؤسسة العمل أساس يعطوني شكات أو رواتب وكل شيء وعلى الفاضي. يعني إذا بدهم يعطوني بعطوني 500 أو 800 أو 700 أو شيء إلى آخره. وحاليا وقفت الأمور، يعني من أسوأ لأسوأ تقريباً.